جائزة أفضل ممثل دور ثاني تقدمها الفنانة نجلاء بدر والمنتج وليد منصور. جماعة مبروك بجد، فرحانة لكل الناس اللي فازوا النهاردة، ولسه طبعا البقية تأتي. مساء الفل. أحمد خالد صالح موجود؟ عايز أقولك كلمة واحدة بس، مبروك عليك والدك الخالد الصالح. احنا دلوقتي داخلين على جايزة البطل الثاني. البطل الثاني هو نص البطل الأولاني، ودي حاجة مهمة جدا، ما فيش فيلم بيكتمل من غير ما يكون النصين اكتملوا. كفاية عليكي بقى، أول يوم رجل. بيتنافس معانا النهاردة على جائزة أفضل دور مساعد، وأنا كوليد بشوف إن دايما الدور البطل الثاني هو بالظبط نفس البطل الأول. بيتنافس معانا ثلاث نجوم. المرشحون لجائزة أفضل ممثل دور ثاني أحمد مالك، شيخ جاكسون، أنا أرفعهم، فتحي عبد الوهاب، هروب اضطراري، اللي عنده معزة بلمها، محمد ممدوح، الخلية، بقت خناقة في حارة كده مش أمن دولة. وحياة ربنا بصيت وقلت نفس الكلام، فعلا ثلاثة يستحق. جايزة أفضل ممثل دور تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ماي جاد، محمد ممدوح. بالحقنا عشان عايزه تري جايزة افضل ممثل دور تاني الفنان محمد ممدوح عن فيلم الخلية. مساء الخير. اشكر المهرجان واداره المهرجان طبعا، واسمحوا لي اهدي الجايزه دي لفريق العمل كله، استاذ طارق طبعا، والزميل يوسف احمد عز طبعا، وريام عبد الغفور، لكل الناس، والموسى، والدي ووالدتي واخواتي ومراتي طبعا. بس انا في يعني التزام عليا بصراحه، في اثنين احب اوجه لهم يعني الجايزه دي. استاذ محمد الرفاعي الصحفي الفنان الله يرحمه، وروح صديقي المخرج روبير طلعت. شكرا وشكرا للمرجع، شكرا.